أهلا بكم. في منتصف فصل الشتاء وضعت مدينة سانتياغو في تشيلي في حالة تأهب قصوى تحسبا لموجة حارة شديدة تجتاح أجزاء من البلاد، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 33 درجة مئوية، فيما من المتوقع أن يكون يوم غد الأربعاء هو اليوم الأكثر حرارة في الأسبوع. ونصح المسؤولون الناس بالبقاء في منازلهم، إذ من المتوقع أن تشهد العاصمة حرارة شديدة طوال أيام الأسبوع. شتاء يناير في جبال الهيمالايا ينبغي أن يعني تساقط الثلوج، وبالنسبة لكشمير هذا العام اختفى تساقط الثلج المعتاد لتبقى المنحدرات بنية لون وجرداء، لكن تساقط الثلوج في كشمير هذا الأسبوع أنهى موجة جفاف استمرت أكثر من شهرين في المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على السياحة والرياضات الشتوية. فيما اعتبر العلماء أو علماء المناخ أن موجة الجفاف الحالية من المتوقع أن تصبح أكثر كثافة وتكرارا في المستقبل. دمرت حرائق الغابات أكثر من 17 ألف هكتار في كولومبيا منذ نوفمبر بحسب ما أعلنت السلطات، وتكافح كولومبيا عدة حرائق بالقرب من العاصمة منذ يوم الاثنين بسبب الجفاف والحرارة القياسية وظاهرة النينيو المناخية، فيما تواجه البلاد أشد يناير حرارة منذ عقود. ونصحت السلطات السكان الذين يعيشون بالقرب من المناطق المحترقة بتجنب الخروج بسبب سوء نوعية الهواء.